وفي أحد انتخب 50 من الرماة ليتمركزوا على الجبل الذي عرف فيما بعد بجبل الرماة، وقال لهم ما فحواه: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. ولما خالف الرماة تعاليمه ظنا منهم أن النصر تحقق والمعركة انتهت، وقع ما وقع وقتل الرماة وأشيع مقتل رسول الله، فتولى من تولى وانتحى بعضهم جانبا، وبعضهم آثر الموت على الحياة بعده وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجبل طود وطور شاهق، رعن ونيق علم وحالق، قسورة وحارث وضيغم، أسامة ليث هزبر هيصم. يقول المقداد عن: والذي بعثه بالحق ما زالت قدماه شبرا واحدة، وإنه لفي وجه العدو تفيء إليه طائفة من أصحابه مرة وتفترق عنه مرة، فربما رأيته يرمي عن قوسه ويرمي بالحجر حتى انحاز عنه. مهاب إذا ما قام لله لم تقم لهيبته، أسد الشرى حين تزأر، عليه صلاة الله ما استعبر الحياء، فهش له روض من النبت أخضر.